حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أسلحة الحرب واستراتيجيتها تطغى على ألعاب أطفال اليمن. مقابل تسجيل أطفالهم، أولياء أمور يدفعون تبرعات قسرية للمدارس الحكومية في مصر. بعد أن كانت الهجرة مقتصرة على الذكور، فتيات قاصرات يحاولن الوصول إلى إسبانيا سباحة. أهلا بكم. بداية جولتنا من موقع يورو نيوز الذي تناول مجريات حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة في يومها الثامن بعد الأربعمائة، إذ خلف القصف الجوي على أحد المنازل في بيت لاهية سقوط نحو 50 شهيدا فلسطينيا وإصابة 17، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخياما للنازحين في مخيمي البريج ورفح، ونسفت مباني سكنية غرب مخيم جباليا. وفي وقت لاحق وثق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان العديد من حالات القتل العمد والإعدامات الميدانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في شمال غزة. ويأتي إعلان المركز الحقوقي الدولي في وقت لا تزال الهجمات مستمرة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في القطاع. وفي لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على أحياء وأبنية سكنية في الضاحية الجنوبية، قائلا إنه يستهدف مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله، في وقت تستمر محاولات توغله البري إلى الخيام وشمى جنوبا تحت غطاء ناري كثيف وبكافة الأنواع. بحسب مونت كارلو الدولية، وجه الجيش الإسرائيلي سلسلة إنذارات لسكان 4 أحياء في الضاحية الجنوبية و15 بلدة، فيما شن لاحقا سلسلة غارات عنيفة جدا على حارة حريك والحدث والشياح. كما شن الاحتلال لأول مرة غارة على منطقة رأس النبع مخلفا دمارا هائلا وتضرر عدد كبير من السيارات، إضافة إلى حالة ذعر بين السكان. تأتي هذه التطورات في ظل جهود لوقف إطلاق النار، حيث ذكرت مصادر سياسية لقناة الحرة أن الرد اللبناني على مسودة المقترح الذي طرحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار سيأتي خلال الساعات 48 المقبلة. كان إدوارد سعيد يحب فلسطين ويكره إسرائيل، وكان فؤاد عجمي لا يكره فلسطين ولا يحب أمريكا، وكانا يكرهان بعضهما بعضا. وبلا حدود كانا منبهرين بأداب جوزيف كونراد البولندي الأوكراني الذي أصبح منارة للأدب الإنجليزي في القرن العشرين وحتى الآن. تحت عنوان قرن البولندي العظيم، كتب سمير عطالله مقالا في صحيفة الشرق الأوسط جاء فيه: كان فؤاد عجمي بأسلوبه الجزل والبعد الجنوبي الذي رافقه طوال عمره يرى في كوراد شعور الغربة الذي يسكنه، وكان يتذمر دائما من أن اللبنانيين مارسوا عنصرية شديدة عندما لقبوا عائلته بالعجم إشارة إلى أصولها الإيرانية. وهكذا وجد في ملاذه الغريب الأخير كوراد، وفيه وجد الفلسطيني المبعد خارج المكان إدوارد سعيد. ففي مرور 100 عام على غياب البولندي العظيم، لا بد للجميع من تذكره، خصوصاً مرضى الشعور بالغربة في سائر الأزمنة والأمكنة. كانت الأشهر الأخيرة من حياة جوزيف كوراد صعبة بشكل خاص، ففي نوفمبر 1923 أعلن الكاتب نفسه شخصاً يائساً متهالكاً متعثراً مرتجفاً مصاباً بالنقرس. وجده النحات جاكوب إبستين حزيناً متعباً منهكاً، وكتب كوراد إلى صديق له: لم أكن بخير منذ فترة طويلة، ومنذ اللحظة الأولى بدأت أشعر وكأنني فأر محاصر. في الأول من أغسطس 1924 أصيب بنوبة قلبية في منزله في كينيه، وتم استدعاء طبيب وأفراد من أسرته إلى سريره، وبعد يومين سمعت زوجته جيسي صرخة في الغرفة المجاورة، أعقبها صوت انهيار. لقد توفي كوراد وحيداً عن عمر يناهز 66 عاماً. بعد مرور قرن على وفاة كوراد، لا تزال قصصه التي تدور أحداثها في عالي البحار والدراما المشحونة سياسياً التي تدور أحداثها على اليابسة
تتمتع بالقدرة على أسرنا وإثارة حماسنا، وإذا نظرنا إلى أعماله مع وضع وفاته في الاعتبار فإننا نتذكر كم كان الكثير منها مهجوساً بالموت. مقابل تسجيل أطفالهم أولياء أمور يدفعون تبرعات قسرية للمدارس الحكومية في مصر. مؤخرا حذرت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي من تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وهو القرار نفسه الذي يصدر كل عام ولا ينفذ على أرض الواقع. تقول رحمة سعيد لرصيف 22 أنها تجدد سنويا مع بعض أولياء الأمور دورة مياه المدرسة التي يدرس فيها أبناؤها وتتابع. المدرسة لا تقوم بأي أعمال صيانة ولا يوجد فيها مسؤولون عن نظافة الفصول، لذا أشتري أنا وأولياء الأمور الأدوات التي تحتاجها الحمامات. ويشرح خبير المركز القومي للبحوث التربوية في القاهرة كمال مغيث في حديثه للمنصة عن عدم قدرة الوزارة على حماية أولياء الأمور، ويقول قرار وزير التعليم بمنع جمع التبرعات للمدارس مجرد كلام مرسل. تقول ثناء محمود، وهو اسم مستعار لمعلمة في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة حلوان، إن المدارس ترفض بشكل قاطع قبول أوراق الطلاب إذا لم يسدد الأهالي التبرعات المطلوبة منهم وإن كانت حالتهم المادية لا تسمح بالدفع. هل يقتص نصو ترامب فرصته في شرق أوسط جديد؟ تحت هذا العنوان كتب جيمس جيفري مقالا في مجلة المجلة، ومما جاء فيه: سيواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب شرق أوسط مختلف عن ذلك الذي تعامل معه خلال فترة رئاسته بين عامي 2017 و2021. تشهد المنطقة حالياً حرباً مستعيرة وتثار تساؤلات خطيرة حول مستقبلها، ورغم ذلك تتاح له فرصة مهمة لاستكمال سياسته السابقة التي تهدف إلى احتواء إيران وبناء تحالف إقليمي مستقر يتطلب تدخلاً أمريكياً أقل. واستناداً إلى هذه الفرصة ينبغي عليه إنهاء النزاع الحالي بشروط سلام تضمن عدم تكرار تهديدات مشابهة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والبناء على اتفاقات إبراهام. ولتحقيق ذلك سيتطلب الأمر اتخاذ قرارات صعبة وتحمل بعض المخاطر، فقد لا تكون إيران ووكلاؤها جاهزين بعد لنمط السلام الذي تحتاجه المنطقة، كما أن تعزيز اتفاقات إبراهام قد يستدعي تغييرات في المواقف تجاه الفلسطينيين، سواء من قبل إدارة ترامب أو الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكن يبقى تحقيق ذلك أمراً ممكناً. قد يبدو هذا التفاؤل في غير محله، ليس فقط للمراقبين بل أيضاً لشعوب إسرائيل وغزة ولبنان، الذين عانوا كثيراً فيما وصفته مجلة The Economist في أكتوبر بأنه عام زلزال الشرق الأوسط. ومما لا شك فيه أن The Economist محقة، لكن لفهم المنطقة وإدراك الفرصة المتاحة أمام دونالد ترامب من الضروري استيعاب طبيعة هذا الزلزال الذي لم يبدأ في 7 أكتوبر بل قبل ذلك 20 عاماً. من المؤكد أن الرئيس ترامب سيسعى إلى البناء على إنجازات إدارة بايدن بتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام التي أبرمت خلال ولايته السابقة، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وهو بناء علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، ويتطلب ذلك إحراز تقدم نحو سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين. ورغم أن خطة ترامب السابقة للسلام لم تحقق النجاح المرجو، فإنها أظهرت استعداده للتفكير على الأقل في تسوية أشمل. ألقت الحرب المتواصلة التي تشهدها محافظات اليمن منذ مارس 2015 بظلالها على الأطفال الذين يحاولون محاكاة أحداثها في لعبهم، ويعمد بعضهم إلى تجسيد الاقتحامات العسكرية أو الهجوم على مواقع العدو والسيطرة عليها وصولا إلى تنفيذ عمليات أسر جنود الطرف الآخر في الصراع. بات الكثير من الأطفال يعرفون معلومات عدة عن أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف إلى الRPG والبازوكا وصولا إلى مضادات الطيران والقنابل اليدوية. الطفل عبد الرحمن عايش تفاصيل الحرب التي شهدتها منطقته في جبل صبر بريف محافظة تعز، ومع تأثره المتكرر بها صارت الحرب هي اللعبة اليومية التي يمارسها
مع أقرانه. تقول الاختصاصية النفسية رقية الذبحاني للعربي الجديد إن اللعب هو الوسيلة الأهم التي يعبر بها الطفل عن مشاعره وعما يريد قوله، وهو يلجأ إلى ممارسة ألعاب تتعلق بالحرب في محاولة منه ليقول إنه موجود. يجب أن لا ندخل من الباب الخطأ، يقول بشر لصديقه وهما يسيران معا بمحاذاة دراجة هوائية ورصيف تتوزع على ضفتيه أوراق الأشجار التي أوقعتها رياح الخريف عند أطراف مدينة أوتريخت وتحت عنوان أغنية يمنية في هولندا. كتب صقر الصنيدي مقالا في مجلة أمروب أميرا. يجب ألا ندخل من الباب الخطأ، يقول بشر لصديقه وهما يسيران معا بمحاذاة دراجة هوائية ورصيف تتوزع على ضفتيه أوراق الأشجار التي أوقعتها رياح الخريف عند أطراف مدينة أوتريخت. هذا هو الباب، ينتبه بشر أمين وقد عثر على المدخل الصحيح المطابق لما تقوله الدعوة، يبدو أننا حضرنا مبكرين. هناك الكثير من الشبان يجلسون متقابلين وفي الداخل تستعد فرقة فنية للغناء. يبدأ الفتى بالتدقيق في الوجوه، ثم حين رأى ملامح ميزها هز رفيقه من طرف قميصه. هذا هو. قبل 80 سنة، أي في العام 1949، كان اليد الأول الوهاب يغادر اليمن خائفاً عبر مدينة عدن ضمن ما أطلق عليه بساط الريح لنقل اليمنيين معتنقي الديانة اليهودية. قال إيال وهو يرتب قطعة قماش يمنية تصل بين كتفيه معرفاً عن نفسه: أنا مولود في برلين. لحظات وكانت أمتار قليلة تفصل بين بشر والفنان اليمني الذي هربت أسرته من اليمن قبل زمن، ومن بين عشرات الحضور كان بشر الذي فر أيضا من بلده يردد معه نفس الأغنية جو اليمن ثانية. آلاف الناس غنوا هذه الأغنية، رددوها وهم هاربون من أجواء بلدهم. 80 سنة وأكثر لم يتغير الحال. هرب جد إيال من وطنه، وبعد هذه السنوات كلها فر أيضا الناشط في المجال الإنساني والموظف في منظمة إيطالية طبية، تاركا خلفه كل شيء. ما يزال الفنان يردد أغنيات عن الوطن الذي لم يسبق له رؤيته إلا من خلال الحكايات التي فر بها الآباء الأوائل، ومن بين الحشود يصدح صوت بشر الذي ترافقه نظرات الهولنديين وهو يردد كلمات يجهلون معناها: صنع اليمن ثانية. من ذات المدينة قبل أسابيع فقط جاء صوت شاحب: أحد زملائنا مات بالسجن يا بشر. كان ذلك هو الخبر الأخير في حياة الموظف هشام الحكيمي الذي كان صديقه لزمن قبل أن يفترقا. مع الأسابيع الأولى لتدشين موسم صيد الجمبري في محافظة الحديدة شهدت الأسواق المحلية وفرة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعاره في السوق المحلية إلى النصف مقارنة بما يباع طوال العام، وهو ما انعكس سلبا على الصيادين. ويوفر موسم اصطياد الجمبري فرص عمل لآلاف الصيادين الريفيين ويعزز من مستوى معيشة الأسر التي تعتمد عليه كوسيلة رئيسية للدخل. يقول الصياد محمد ربيع لمنصة ريف اليمن: الجمبري يعتبر من الأنواع البحرية التي تجلب دخلا جيدا للصيادين لكثرتها، ويتابع: البعض يكتفي بما يستفيد منه خلال هذا الموسم خصوصا في ظل قلة الفرص المتاحة في مجالات العمل الأخرى. أما داود فتيني وهو أحد تجار الأسماك فيقول إن تخصيص فترة محددة للصيد أدى لزيادة الإقبال على المهنة نتيجة انعدام فرص العمل، ولا يزال قطاع الأسماك في اليمن يعاني من ندرة الاستثمارات الكبيرة والاستغلال الأمثل سواء من قبل الجهات المختصة في البلاد أو من قبل رجال الأعمال في الداخل والخارج. 8 أشهر عشتها بكثير من الصعوبات والتحديات بعد أن توقفت الصحيفة التي أعمل فيها عام 2015 بفعل الحرب التي اندلعت في اليمن، وما زالت أحداثها مستمرة ومتصلة. عن ذلك وتحت عنوان قصة صورة، كتب فائز عبده مقالا على صفحته في فيسبوك جاء في جزء منه: تقلصت فرص العمل ولم يتبدد لدي الأمل. ظل بعض الزملاء والأصدقاء يتعهدونني بالتفاتات كريمة ويجودون بما يستطيعون، ولكنني طوال تلك الفترة العصيبة كنت دائما أطلب عملا لا مالا. حصلت على بعض الأعمال المؤقتة التي نلت مقابلها بعض ما يوفر لي الحد الأدنى من قوت أسرتي الصغيرة التي صبرت على ضيق الحال،
وتحملت شظف العيش، وما أدفع منه إيجار الشقة التي يصر صاحب البيت أن أدفعه كاملاً، ولا يعنيه إن كنت أعمل أو بدون عمل، وهو الأمر الذي عانى منه حينها كثيرون حيال تعنت المؤجرين واستشراسهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها ذو الدخل المحدود، والذين تعطلوا بسبب توقف كثير من مؤسسات ومرافق الأعمال. ذات يوم رأيت شاباً يبدو مهندماً يفترش وسط السوق مع بعض المعلبات الغذائية والبسكويتات فيما يعرف شعبياً بالبسطة، وكنت حينها أعد تحقيقاً صحفياً حول العاطلين عن العمل والبدائل التي لجأوا إليها. تحدثت مع ذاك الشاب وتناولت قصته ضمن التحقيق، صرنا صديقين، وبعد فترة عرض علي أن أتولى البسطة من الصباح إلى الظهر مقابل تقاسم الربح مناصفة، وعلى غير رغبة مني خضت التجربة البائسة، وكان ما أجنيه بالكاد يفي بقيمة وجبة واحدة في اليوم. وذات صباح بارد من أيام نوفمبر 15 منه تحديدا، أعطيت تلفوني لأحدهم طالبا منه التقاط صورة، وكانت هذه الصورة التي نشرتها آنذاك في فيسبوك ونالت الكثير من التفاعل ونلت الكثير من التعاطف. تلك التجربة المضنية والقاسية، فقدان العمل الصحفي والانخراط بالعمل في السوق، لم تخلو من الدروس والعبر ومن بعض المفاجآت والتحولات التي خرجت منها بالكثير من الاستخلاصات والنتائج السلبية والإيجابية. حتى وقت قريب كانت ظاهرة الهجرة وعبور البحر سباحة مقتصرة على الذكور فقط، لكن في الأشهر الأخيرة شهدت المغرب تزايدا ملحوظا في محاولات الفتيات القاصرات عبور البحر بنفس الطريقة إلى الضفة الأخرى. في تفاصيل الخبر، ومن بين تلك الفتيات اللواتي عبرن البحر شيماء، وهي شابة مغربية تبلغ من العمر 19. وصلت شيماء إلى سبتة في أغسطس الماضي وقامت بتوثيق رحلتها على تطبيق تيك توك، ثم حصدت فيديوهاتها مئات الآلاف من المشاهدات. يقول علي زويدي وهو متخصص في شؤون الهجرة ومستشار لدى منظمات دولية في المغرب، يقول لمهاجر نيوز: ارتفعت أعداد الفتيات المغربيات اللاتي يغامرن بالعبور إلى الجيب الإسباني سباحة على غرار ما كان يقوم به الشباب من الذكور، وتابع: الخطر الرئيسي هو الموت في البحر، أما اللواتي ينجحن في عبور البحر فقد يقعن في شباك شبكات الاتجار والاستغلال. وتطلق عائلاتهن مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المفقودات في البحر أو اللواتي وصلن إلى إسبانيا. في فقرتنا قبل الأخيرة إليكم مجموعة من الصور المتنوعة التي نشرتها صحيفة الغارديان. إليكم أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم نتابعها في جولتنا الأخيرة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.